بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إنك على كل شيء قدير. محدش قلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب2 مليار جنيه. فهم استغربوا قوي. وشريط رمضان ل100,000 انسان ظروفه صعبه. طب لو مرتين بلاش تقول. طيب رقم معتبر ملايين. يبقى انا قدرت اجيب دخل من فكرة. تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لو كان البنى والتنمية والتقدم ثمن الجوع والحرمان. اوعوا يا مصريين ما تقدموش. اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. كذابين كذابين مخربين مدمرين